بسم الله، نبدأ بعون الله في أول محاضرة من سلسلة أردوينو بالعربية، وهي بعنوان شروع في العمل. ما هو الأردوينو؟ أردوينو عبارة عن أداة كمبيوتر مصغر يمكن المصممين من التفاعل مع العالم الفيزيائي والبيئة المحيطة بهم. أردوينو عبارة عن لوحة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على سهولة الاستخدام من حيث الصف. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة arduino.cc، حيث سنقوم بذلك لاحقا لتحميل برنامج أردوينو IDE. لنلقي نظرة على إحدى أشهر لوحات الأردوينو، وهي هنا الـ USB Interface، حيث سيمكننا من توصيل الأردوينو بالحاسب الآلي، تحميل الكود على الأردوينو. كذلك يمد الأردوينو بالطاقة. نوع هذا الكيبل USB كيبل A2، وهو نفس الكيبل الذي يتم استخدامه في معظم الطابعات. في حال أردنا تشغيل الأردوينو بشكل انفرادي، يمكننا تزويده بالطاقة من خلال نضيدة ذات جهد 9 فولت ATmega328، وهو نواة الأردوينو. هذا هو Single Chip Microcontroller خاص بالأردوينو، وهو ما يتحكم بالأردوينو بشكل كامل. Reset Button، في حال أردنا إعادة تشغيل الأردوينو، كل ما علينا هو الضغط على هذا الزر. هنا لدينا 14 pins Digital Input و Output، 6 منهم تدعم البلس وذ موديليشن. كما تشاهدون رقم 3, 5, 6, 9, 10 و11، هذه تدعم البلس وذ موديليشن، أما الباقي فهي عادية. هنا لدينا 6 pins Analog Input، وهذه فقط للإدخال من نوع Analog. ما هي البلس وذ موديليشن؟ لنلقي نظرة على ليست بلس وذ موديليشن. سنستخدم دالة ديجيتال رايت في كود، في الكود الخاص في الأردوينو لاحقا، وإعطائه رقم البن أو هو المخرج أو المدخل حسب ما تم تحديده في الكود، سنشرح ذلك لاحقا أيضا، وإعطائه إما 0 أو 1، هاي أو لو. في حالة هاي أي أعطينا جهد 5 فولت، في حالة اللو أعطيناه جهد 0 فولت. أما بالنسبة للبلس ويذ موديليشن، لنلقي نظرة عند 0%، وهنا عكس سابقتها، ستكون أنالوج رايت ويبدأ من 0. في حال أن 0 كما تلاحظون الخط الإشارة 0 إلى النهاية، 0 فولت. عند 25% أو الأنالوج رايت 64، في هذه اللحظة لاحظوا هنا ربع القيمة بين الدورة والدورة فقط 5 فولت، أما الباقي فهو 0. لنلقي نظرة على 50% أو 127، تشاهدون نصف القيمة نصف السايكل أو نصف الدورة، تشاهدون نصف الدورة 5 فولت والنصف الآخر 0 فولت. وهنا عند 75% وأخيرا عند 100% ستلاحظون أن الدورة كاملة تحتوي على 5 فولت. ماذا يحدث عند 50%؟ في حال تم توصيل LED إلى المخرج الذي يدعم Pulse Width Modulation وتعديل Analog Write 127، في هذه الحالة سنتحصل على نصف شدة الإضاءة. في حال توصيل DC موتور أو محرك، سيعمل بنصف قوته، وهكذا. وهنالك مجموعة من التطبيقات يمكننا استخدام أردوينو بها، ومنها الطائرات بدون طيار، بصمة، استخدام بصمة الأصبع للدخول. كذلك إذا كنت من محبي الحيوانات الأليفة، يمكنك تصنيع برنامج غذائي لهم. يستطيع الأردوينو أن يدعم مجموعة من المهام، وذلك عن طريق شيلز. كلما أضيف شيلد كلما كانت مهمة أخرى،
على سبيل المثال كما تشاهدون أعلى شيلد هو الإيثرنت شيلد، وهذا ما يمكننا من توصيل الأردوينو بالإنترنت. لنبدأ بالعمل بتحميل برنامج الأردوينو IDE، وذلك على الذهاب إلى الموقع arduino.cc، بعد ذلك الذهاب إلى داونلود. سيقوم هذا التطبيق بتمكيننا من برمجة الأردوينو والتفاعل مع الأردوينو، مع لوحة الأردوينو. سنقوم باختيار ZIP file، سنقوم بتحميل آخر نسخة وهي 1.6.5. سنقوم فقط بالتحميل. سنقوم بفك ضغط الملف الذي قمنا بتحميله، وضعه في المسار المناسب. بعد ذلك سنقوم بتعريف لوحة الأردوينو أونو، وذلك الذهاب إلى إدارة الأجهزة في جهاز الكمبيوتر. ستجدون أردوينو أونو في Other Devices. بعد ذلك سنستكشف الجهاز وتوجيه الجهاز إلى ملف الأردوينو، ثم Drivers. سنقوم باختيار ملف Drivers، سنضغط OK. سنقوم بإضافة الملفات الفرعية، وذلك بعد ذلك سنقوم بالتالي. تم تعريف هذا الديفايس بشكل ممتاز، ونحن جاهزون الآن إلى استخدام برنامج أردوينو. والآن بعد فتح الأردوينو IDE سنقوم بالتعرف على أهم دالتين، وهما Void Setup and Void Loop. Void Setup هذه دالة تقوم بالعمل مرة واحدة وتنفيذ الكود الداخل بين الأقواس مرة واحدة فقط عند عمل الأردوينو. أما Void Loop فهذه الدالة ستقوم بتكرار الكود الذي بين الأقواس طالما الأردوينو يعمل. والآن بعد أن تعرفنا على أهم دالتين في الأردوينو IDE، سنقوم بالتعرف على مثال بسيط. سنقوم بفتح ملف Examples Basics Blink. بالنظر إلى هذا الكود، كما أشرت سابقا، أهم دالتين وهما متواجدتان هنا في هذا الكود. لننظر إلى دالة Setup. في هذه الدالة يوجد دالة أخرى تدعى Bin Mode، وهذه تقوم بتحديد أي مخرج، وهو في حالتنا هذه 13، بن رقم 13، وتم تحديده كأوتبوت كمخرج. هذا كل ما هنالك في دالة Void Setup. لننظر إلى دالة Void Loop. Void Loop تحتوي على دالة تدعى Digital Write، وفي هذه الحالة يقوم بالكتابة أو بإصدار أمر للبن رقم 13، وهو أن تعطيه قوة هاي. يمكننا الاستغناء عن هاي واستبدالها برقم 1، أي أنها ستكون on. ستكون on لمدة 1000 ملي سكند، وهي ما يعادل 1 ثانية. بعد ذلك Digital Write أعطينا الأمر أنها ستكون low أو 0. سنقوم بإيقاف هذا المخرج عن العمل لمدة ثانية، وستكرر الكود هكذا، أي سيتوقف ويعمل كل ثانية. رجاء التأكد أن البورد هي أردوينو أونو أو أي بورد أخرى قد تم شراؤها، وأن البورد
هي التي تم تعريف عليها البورد مسبقا. والآن نقوم برفع الكود. هنا قد وضح لنا أن الكود قد تم رفعه بطريقة سليمة ولا يوجد أي أخطاء. والآن هناك العديد من التطبيقات وما يتجه إليه العالم، كله سيكون ذا حجم صغير وأكثر فاعلية، أيضا أقل استهلاك للطاقة الكهربائية. هذه أول محاضرة من أردوينو بالعربية مع خالد هرمز.